وكما علمنا الأستاذ فلا يمكن أن ننكفئ على أمورنا في مصر، وعلينا دائما أن ننظر للإقليم، وعلينا دائما أن ننظر حولنا. وعشان كده النهاردة هبتدي لكم بموضوع ناس كتير هتعتبره انه موضوع ممل او موضوع دمه تقيل، لا علاقه له لا بالتعليم، النهارده في 20 مليون طالب دخلوا المدارس، ولا بالصحه، ولا بالاسكان اللي هنناقشه بعد كده، ولا في حاجه دمها خفيف، لا علاقه بالنادي الاهلي ولا بياسمين صبري اللي اتكلمنا عليها امبارح، يعني ما فيهوش اي حاجه من الفليفرز اللي بتخلي الناس تحب تقعد. النهارده هنتكلم عن كردستان العراق في اول اخبارنا. ليه؟ لانه غدا استفتاء استقلال او انفصال اقليم كردستان العراق. ليه اخترنا نتكلم على الموضوع ده النهارده؟ مش بس عشان الاستاذ هيكل علمنا او علمني انا شخصيا انه لا يمكن ان تنكفئي على امرك في مصر، ولا يمكن لمصر كدوله رائده في المنطقه ودوله قائده في المنطقه ان تنظر فقط لامورها الداخليه، ولكن عليها ان تنظر للاقليم، لكن كمان لان الاقليم ده يهمنا، لان احنا إذا وافق الأكراد غدا على فكرة الاستقلال فقد نرى ثاني انفصال، ده تاني يبقى تاني انفصال في المنطقة العربية بعد انفصال جنوب السودان. لازم ننظر لهذا المشهد مش عشان نخوف، مش عشان نقول آه بصوا بقى اللي بيحصل هناك خلي بالكو، ما ده كان ممكن يحصل في مصر، ما شوفوا كانوا عايزين يعملوا إيه في النوبة، شوفوا بيعملوا إيه في سينا، شوفوا كل التهديدات، لأ، علشان يكون لدينا درجة أعلى من الوعي وأقل من الخوف، أعلى من الوعي إن إحنا نعرف التهديدات التي تحيط بالإقليم، تحيط بالمنطقة، فكرة الانفصال إن إحنا نشوف دولة مرة أخرى تتفتت. العراق ما فاقش من مما حدث له من التسعينات والغزو الأمريكي له والحرب اللي سبقتها مع إيران، لمخطط ضخم جدا بنشوفه بينتهي بمحاولة تفتيت العراق التي نتمنى ألا تحدث، وحصل ده في السودان في الجنوب. كل المشهد ده لازم نضعه في معياره ونضعه في تحليله لكي نرى أين نحن، إيه اللي كان ممكن يحصل لنا، إيه اللي قدرنا أن احنا نتخطاه، إيه التهديدات اللي بتهدد الأمن القومي المصري والعربي. والحقيقة أنه ضعف دولة زي العراق أو تفتيت دولة زي العراق هو إضعاف لمصر، ده مش إضعاف فقط لدولة العراق ولكن إضعاف لمصر أيضا، خاصة وإنه من المحيطين إسرائيل فقط هي التي تدعم هذا الاستقلال أو هذا الاستفتاء. هكلمكم عن استفتاء كردستان العراق، أرجوكم يعني اصبروا معنا، صابروا معنا، اسمعونا، لأنه مهم قوي إن احنا نعرف بيحصل إيه حوالينا. ما نقدرش تكون حياتنا بس اكل وشرب وشغل، صحيح دي حاجات مهمه وصحيح بنركز عليها، لكن كمان مهم ان احنا نعرف ماذا يحدث حولنا في الاقليم، ماذا يحدث في العراق الشقيق الذي نتمنى له كل وحده، نتمنى له كل قوه، نتمنى انه يرجع واقف على رجله مره اخرى. اولا على الشاشه هذا هو اقليم، طبعا هم اربع مناطق، هذا هو اقليم كردستان، عندنا اهم المناطق في هذا الاقليم سليمانيه، اربيل، ودهوك، وهناك طبعا منطقه كركوك المتنازع عليها مع ما بين اقليم كردستان وبين او بين الاكراد يعني وبين حكومه بغداد. قصة الأكراد قصة طويلة، هم موزعون احنا بنتكلم من 20 ل 30 مليون كردي في هذه المنطقة ما بين العراق وإيران وتركيا وسوريا، أربع مناطق، لكن جزء كبير منهم اللي هيستفتي غدا هم 5 مليون كردي يستفتون على ما يفضلون أن يسمونه بالاستقلال. ليه هم عايزين الاستقلال؟ الحقيقة دي قصة طويلة جدا، بدأت منذ سنوات طويلة، يعني طبعا كان عندهم يعني اضطهاد من حكم صدام حسين ومع المعركة بالحرب الكيماوية، ثم بعد ذلك محاولات لأن يكون لهم حكم ذاتي، بالفعل حصلوا على فكرة الحكم الذاتي، لكن طوال هذا الوقت كان عندهم نزاعات، حتى ما بعد خروج الجيش الأمريكي من العراق كان لديهم نزاعات مع حكومة بغداد حول النفط. خلي بالكم ان هم بيسيطروا تقريبا خاصة في اقليم كركوك على حوالي 15% من نفط العراق، لديهم مشكلات على الحدود، مشكلات اقتصادية، يعني الحقيقة ان هم عندهم
موارد، ولكن لديهم خلافات ضخمة جدا مع حكومة بغداد.